أول الأهداف البداية ليست كما نشتهي، ليست كما نشتهي في هذه المباراة. لسه نقول الهدف يأتي في لحظة، وشايف هنا فرحة أيضا للجماهير الكويتية وأيضا للمسؤولين في فريق القادسية. أصبحت ثقيلة يا العين، أصبحت ثقيلة 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 يا العين. ثلاثية كويتية توصل وتؤهل القادسية إلى دور نصف النهائي في البطولة الآسيوية. هو الهدف الأول، الهدف الأول للقادسية الكويتي، هدف التعادل لبدر الطواع. غلطة الشاطر مكلفة والخبرة ضيعت.